السلام عليكم ورحمة الله، تحية طيبة للجميع، نهاركم مبروك. الجو أصبح لنا اليوم الحمد لله شتا وجو دافي، كم عارفين الجو كتكون شتوى باخر ما كتكونش داك السمراء والسميقلي والبرد. الحمد لله على كل حال. الإخوان، مجرد تذكير بالنسبة للإخوان الفائزين والفائزات اللي إن شاء الله مقبلين غادي يدوزوا غدا المقابلة بالقنصلية الأمريكية بالمغرب. فمجرد واحد التذكير وبعد النصائح، أول نصيحة هي متعلقة بالوثائق. رجاء الوثائق، يعني نضموا اليوم بالليل، نضموا الملف ديالكم، يكون داك الشيء مرتب، شهادة البكالوريا مع الترجمة ديالها، مع واحد النسخة فوتوكوبي بلا ليغاليزاسيون بلا والو، غير اونكا يطلبوها لكم نسخة ديال البكالوريا ديال الأصلية. عقل زياد الترجمة ديالو، حسن السيرة الترجمة ديالها، السجل العدلي الترجمة ديالو، تصريح بالشرف بالنسبة للغير متزوجين يعني العزاب الترجمة ديالها، بالنسبة للمتزوجين غير واحد عقد الزواج مترجم يكفي، غير واحد ماشي جوج. الناس اللي مطلقين يديو عقد الزواج الأول وعقد الطلاق اللي باش طلقوا، شنو أخر عاوتاني، تصورات واحد جوج ديال التصورات، حيت هذوك التصورات راه غادي يسكنهم ضابط الهجره وغادي يردهم لكم، ماشي مشكل. الكونفيرميشن ديال الدي اس متابعه الحال، سميتو هذيك الرساله ديال الموعد، حيت هي مهمه غادي تطلبوها لكم في الباب، حيت غتلقاو واحد السيده في الباب هي اللي كتفيريفي معكم الوثائق وتفيريفي معكم الدوسي. انت الا جبتي الدوسي ديالك منظم بخير وعلى خير كتسهل الماموريه. خلي داك الرساله ديال الموعد هي الاولى مع الباسبور ديالك مع داك التصورات، وخلاص المبلغ المالي كيبقى المبلغ المالي. كما نصحت كاع الاخوان والاخوات، حاولوا صرفوا الدولار، اللي زعما لقى مكتب الصرف حداه يمشي يصرف داك 330 دولار، يصرفها هكا الدولار باش يمشي بخير وعلى خير. فهمتوني دابا الاخوان؟ اللي ما استطعش ماشي مشكل، غير حنا نتفاداو داك الصرف والشونج، واصلا الشونج في القنصليه كيكون زايد شي شويه، كيكون راه كيحسبوكم شي 11 فاصله شي حاجه ولا شو. هادو واقفين هنايا يعني كيديروا الطريق تلامد، حيت هنا كوليج، كاين واحد الكوليج هنايا. على اي قلت باش ايفيتيو داك الصرف الرقيق والى اخره، وغتوفروا واحد 200 درهم الى صرفتوها للدولار، تديو معكم 330 دولار مطلوقه ناضيه. صافي الاخوان، هذا من جهه. من جهه ثانيه، النصيحه الثانيه هو سيروا الاخوان كما نقولوا طوالين، ما تمشيوش يعني نضادر الساعه، السناس في العانق، الكورميطات، الخواتم، الصمطة، داك التواشا، حيت داك الشيء راه كلشي غادي تحيدو في باب القنصليه، يعني غايقول لك غتبقى كما نقولوا غتضيع شويه ديال الوقت. اذا انت باش تربح شويه ديال الوقت، حاول ايفيتي لبس شي حاجه خفيفه ظريفه، كذلك حتى بالنسبه للعيالات الوليدات الى اخره، باش تربح شويه ديال الوقت في باب القنصليه. ما تبقاش ارى الصمطة، ارى الساعه، ارى الصرف، ارى هذا، ارى هذا، غتمشي طويل انت وشي كلاسور ديالك ولا شي شنطه اللي فيها داك الوثائق ديالك، باش كتدخل بخير وعلى خير. صافي الاخوان، هادو نصائح اوليه. نصائح ثانيا فيما يخص الدخل، دخل القنصليه لداخل، الموظف الاول كتجلس، بعدا اول حاجه كتخلص المصاريف ديال الفيزا ديالك، سواء كنتي انت بوحدك او انت ومرتك او انت وولادك، كل حامل جواز سفر كيخلص مصاريف ديال الفيزا ديالو، ديال التاشيره ديالو اللي هي قلنا 330 دولار، مفهوم؟ 330 دولار. من بعد كتجلس كيبقى عيط لك داك السيكوريتي كيكون تما، هو اللي كينظم المسائل، غايقول لك دوز عند السيد الموظف الاخر تعطيه الوثائق. غير كتمشي عندك الوثائق، عندك الموظف كتعطيه الوثائق، البكالوريا كما قلت لكم في البدايه، فوتوكوبي ديالها، الترجمه ديالها الى اخره، السجل العدلي، عقل زياد الى اخره، المهم الوثائق، التصورات، غايقول لك عطيني التصورات باش يسكانيهم وغادي يرد لك داك التصورات. من بعد هنا الاخوان، عند هذا الموظف اللي كتعطيه الوثائق، اذا بغيتوا الناس اللي بغاو يغيروا العنوان، يغيروا العنوان، ممكن تقولها لهاد الضابط، هذا الموظف هذا، تقول له لا جزاك بخير، راني بغيت نبدل العنوان ديالي، ممكن تبدلوا لي. غايقول لك مرحبا، كان عندك شي خطا في الدي اس وبغيتي تغيرو، غتقولها لذاك الموظف النيت اللي غادي تعطيه الوثائق قبل ما تمشي عند مول ضابط الهجره اللي غادوز المقابله. تفاهمنا دابا الاخوان؟ غتقول له عندي شي خطا ولا عندي شي حاجه ممكن تصحوا لي. كذلك الناس اللي تزاد عندهم مثلا مولود
جديد الى اخره، راه الدائس غيكون مفتوح عنده، غتقول لها انا راه زاد عندي وليدها فوقتاش ولا فوقتاش، غتكون انت جايب معاك الباسبور ديالو، جايب معاك عقد الازدياد ديال داك المولود. تما كانت الدعوه مرخوفه، راه يقدر يزيدك المعلومات ديالو في الدائس سير بلاص. تما كانت الدعوه زحام الى اخره وداكشي، غيقول لك سير هاد الدائس مفتوح، سير خرج للمكتبه ولا شي سيبر وزيد المعلومات ديال 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 الابن ديالك واجي مرحبا، ما كاين حتى شي مشكل. صافي الاخوان، هذا الموظف الاول. من بعد فاش كتسالي صافي طرقتي معاه المسامره داكشي، كيقول لك رجع تنعاوتاني نعيطو لك. كترجع تجلس تعاوتاني داك السيكوريتي كيعيط لك يقول لك دوز المقابله. كتمشي اول حاجه كيقول لك كتبصم، احقل تبصم، ربما كتبصم عندك الموظف الاول، يقدر يقول لك بصم يديك، يعني كدير البصمات ديال صبعانك كاملين. ومن بعد يقول لك تسنى تدوز عند ضابط الهجره، وتمشي عند ضابط الهجره كتدي القسم ان هذاك المعلومات اللي عندك واللي دليتي بها واللي غادي تدلي بها كلها صحيحه، اذا غتقسم ان داكشي اللي غادي تقول كله صحيح وما كاينش الكذب الى اخره. هنا المقابله راه الاخوان اسئله راكم اللي متبعينا وعارفين، يعني كنا كندوز لكم تجارب حيه واسئله ديال المقابله سهله جدا، يعني ما كاينش شي سؤال يعطيه لك ما عندكش انت الجواب ديالو. على سبيل المثال غيقول لك وقتاش خديتي البكالوريا، واش ما غاديش تعرف وقتاش خديتي البكالوريا؟ اسيدي يقول لي غير السنه خديتها في 2006 2007 2010 2015 2000 يسولك هل انت متزوج، واش ما غاديش تعرف تجاوب واش انت متزوج ولا عازب. غايقول لك واش عندك اولاد، غتقول ليه لا. واش عندك اطفال، لا. واش كذا، واش شنو بغيتي تخدم في امريكا، ها شنو باغي نخدم في امريكا، عند من غادي لامريكا، ها عند من غادي لامريكا، شنو باغي تخدم في امريكا، راه قلتها. واش عندك شي مشاكل مع البوليس، لا. سبق لك خرجتي على برا، كنتي خرجتي على برا، تقول ليه اه، ما خرجتيش على برا، تقول ليه لا. شنو اخر، قلنا اش كيجيك المستضيف، فين تعرفتي عليه. انها نتوما شتو اسئله ما تقوليش ما عندكش الجواب ديالهم. يقدر يسولك شحال المبلغ ديال الفلوس غتدي معاك، غتقول ليها شحال قدا وقدا الى اخره. غير كما قلت للاخوان، كانوا سولوني بعض الاخوان نيت في الخاص، واش ممكن الا سولنا شنو بغينا نخدموا، قولوا لها بغينا نكملوا القرايه ديالنا اون ميم طون نخدموا. لا، من الافضل قولوا باغي نخدم، انا باغي نمشي نخدم، ومن بعد ان شاء الله الا خدمت واستقريت وداك الشيء ممكن ديك الساعه نكمل قرايتي، ماشي مشكل. لكن اول حاجه نسبق بها هي باغي نخدم. صافي الاخوان، ومن هذا الشيء كامل راه المقابله اسهل ما يكون. راه كاين اللي غادي يدوزها في دقيقه وما كاملاش، وكاين اللي يدوزها في جوج دقائق، وكاين اللي غيدوزها في قسم وقسمين الى اخره، لان الحالات كتختلف، كل واحد والملف ديالو كيداير، وكل واحد والبروفايل ديالو. تفاهمنا دابا الاخوان؟ اذا يلا بالتوفيق، هذا غير مجرد تذكير للاجراءات ديال المقابله كيفاش كدوز. اذا حاولوا الله يجزيكم بخير، انضموا الوثائق ديالكم اليوم قبل ما تمشيو غدا ان شاء الله للمقابله، ما تنساو حتى شي حاجه، فيريفيو كل شيء، الفلوس، التصورات، الكونفيرميشن دي اس، رساله الموعد، العالم الرياضي، باش ما تنساش شي حاجه. وغتمشي غدا ان شاء الله، توكل على الله، صلي صلاه الاستخاره، والله يسهل لكم الامور وغدوز بخير وعلى خير، وان شاء الله يا ربي نسمعوا اخبار زوينه، كل شيء فيزا مقبوله بحول الله. الناس ديال الباك حر، الاثباتات، شواهد مدرسيه، بيانات النقاط الى اخره، الناس اللي ما عندهمش الباك وعندهم شي ديبلوم، داك الدبلوم ضروري خصكم تامبريميو داك الورقه ديال انه كيتثبت ان الدبلوم ديالكم مؤهل الى اخره. صافي الاخوان، يلا كمال يحييكم، تهلاونا في راسكم وجو مونتير، والله يرحمنا ويرحمكم ويعاوننا ويعاونكم. تحياتي للجميع.